لحد مع 12 و55 دقيقة مشيت قبل تقديت النهار. ديال الصباح، مشيت تقديت الأغراض ديالي، جاي أنا وبنتي في الطوموبيل، نزلت غادي نحل الباب قدام باب دارنا. الوقيته اللي غادي نحل الباب خليت بنتي في الطوموبيل غير نحل الباب، ومن بعد نرجع نستاشيني الطوموبيل ديالي ونطلع. يلا نزلت حليت الباب، فما كندور كتعيط لي واحد السيده ساكنه اون فاس لينا كتقول لي راه داو لك تليفونك، راه داو لك تليفونك من الطوموبيل. ملي درت انا كنشوف لقيت جوج راكبين على الموتور، ركب اللي كان اللور نزل خدا التليفون وركب على الموتور مع صاحبو ومشى هرب. درت ركبت في الطوموبيل تي تبعتهم هربوا. رجيت للدار هزيت الكاميرا، رجعت الكاميرا خديت الفيديو، درت في الدرب سولت قالوا لي لا ما كنعرفوهمش. ملي قالوا لي لا ما كنعرفوهمش التجأت للدرك الملكي ديال الدروة ديال الدروة. ما كاملش نص ساعة التجأت ليهم، قلت لهم راه هادشي وقع ليا، واش وقع ليا واش وقع ليا، وهالفيديو رانا تسرقت، راه بنتي كانت في الطوموبيل، الكل هزوا لي الطوموبيل وبنتي، كل اختطفوا بنتي، جاب الله خداو غير التليفون. تكون شي 7000 8000 درهم ايفون 11 برو في الحمام. قلت لك خداوه. المهم مشى، انا التجأت للدرك الملكي ديال الدروه، قلت لهم راه اش وقع لي واش وقع لي، قال لي حنا دابا راه مشغولين حتى العشيه ورجعي عندنا. مشيت في العشيه رجعت، قال لي راه ما كانوش هذوك اللي كانوا في الصباح، الغد ليه جي الغد ليه رجعت عندهم عاوتاني. قلت لهم راه حشومه، راه انا ملي دخلت قلت لهم راه اش وقع، قال لي شنو لقيت ناس اخرين يعني دراري اخرين، قال لي شنو وقع لك اختي، قلت لي راه سيدي راه انا جيت البارح وجيت بغيت نديكلاري ولقيتهم مشغولين، قال لي حتى الغدا ورجعي، بغيت غير تخدوا لي الاقوال ديالي ديروا معايا شي حاجه، انا ضريت راه في الشفار وعندي الفيديو ديال كي وثق السرقه ديالي. ويقول لي راه اللي كانوا بيرمانونس البارح هز التليفون بدا كيعيط، شكون اللي كان بيرمانونس البارح، شكون اللي كان بيرمانونس البارح، كلشي ما عرفش شكون اللي كان بيرمانونس. قال لي انت اختي واحد الساعه ورجعي، بقيت بعدا شحال، قال لي انت ديري واحد الساعه ورجعي. مشيت الساعه تما كانوا ورجعت، رجعت لقيت نفس السيد اللي هضر معايا قبل ساعه، قلت ليه عند من غنهضر، قال لي يلا لقيتهم خرجوا لواحد لاكسيدون، قال لي انت سيري تسني في الطوموبيل. مشيت خرجت كنتسنى في الطوموبيل شي ربع ساعه بحال هكاك، كيبان لي واحد لاجودان خارج. مشيت قصدتو قلت ليه السلام عليكم، قلت ليه واش نتا لاجودان، قال لي ايه، قلت ليه راه سيدي راه اش وقع ليا واش وقع ليا، راه السرقه وها عندي ما يثبت السرقه ديالي من قدام دارنا والطوموبيل وبنتي في الطوموبيل، ودخل يدو من وسط الطوموبيل وهز التليفون ومشى، يعني عندي كل الاثبات ديال الاقوال ديالي. ويقول لي انت سيري غرافيه لينا في سيدي وجي عندي. قلت ليه واخا، مشيت غرافيت في سيدي ورجعت، رجعت عندو قلت ليه، دخلت لقيتو مع واحد السيده في البيرو ديالو في المكتب ديالو، قلت ليه انا جيت، قال لي واخا تسنيني نسالي مع السيده. بقيت كنتسنى شويه ويخرج ويقول لي ما داروا معاك والو، قلت ليه راك انت قلتي لي تسني وانا كنتسنى فيك، ويقول لي واخا انا نشوف واحد جوندارم ياخذ اقوال ديالك. بقيت كنتسنى شويه ويخرج عندي ويقول لي صافي هذا ياخذ لك الاقوال ديالك. اللي خدا لي الاقوال ديالي هو اللي قال لي مع 12 ملي مشيت عنده، قال لي راه ما عنديش الحق ناخذ لك الاقوال ديالك، انا رخص لي كانوا بيرمانونس. قلت لي واخ ماشي مشكل. ملي رجعت عند لاجودان قلت لي راه حشومه انا مضطره، وهاد الشيء واش يرضيك انني انا مشفور لي تليفوني ونبغي غير نسجل الديكلاراسيون ديالي. قال لي هادشي راه فيه تماره، قال لي راه داكشي علاش كيتهربوا، قلت لي راه اقوال راه شي حاجه بسيطه، قال لي لا راه ماشي الاقوال، قال لي راه الخدمه من بعد. قلت لي واخا، قال لي دخلي عند هاد السيد غير الاقوال ديالك. بقيت كنتسنى عاد جا الجوندارم قال لي واخا عطيني الاقوال ديالك، عطيتو الاقوال ديالي. المهم عطيتو الاقوال ديالي، خدا السيدي تميت خارجه، رجعت عندو قلت ليه واش غتعطيني شي حاجه كدلب لي انا ديكلاريت، قال لي لا ما يحتاجش، قال لي لا عطيتك، قال لي غتحسب عليك واحد 800 درهم غتخلصيها، من الاحسن قال لي بلاش، قال لي غير سيري، قال لي غير سيري الله يصبرك. قلت ليه صافي، قلت ليه ما غترجعوه ليا ما حتى شي حاجه، قال لي دابا قلت ليه شنو غديروا دابا بهاد الاقوال، قال لي غادي تشد ملي غيتشدوا غنديروا الاقوال ديالك والسيدي ديالك وغندفعوا مع الدوسي. قلت ليه صافي، قال لي اه، قلت له واخا التليفون فيه الاي كلود واخا، قال لي هذا هو اللي كاين. قلت ليه ماشي مشكل، وجيت في حالاتي. دابا انا كنطلب من السي حرامو القائد ديال الدرك الملكي انه ياخذ لي حقي
انا حقي هذا تليفون تسرق لي من قدام بدارنا وفي الطوموبيل فيها بنتي، جاو عندي ما يثبت بهذا الكلام، يعني عندي فيديو كيوثق السرقه ديالي والوجوه باينه ولكن الموتور الدراجه الناريه باين، كل شيء باين. كنطلب منه السي حرامو ياخذ لي الحق ديالي، هذا حقي، هادشي اللي كنطلب، يتدخل ويشوف القضيه ديالي وياخذ لي حقي. وكنطلب شي تدخل لهاد المنطقه ديال الدروه بالضبط تجزئه نبيله مخلوف، حيت كثرات فيها السرقه. انا لقيت اللي تشفرت مشيت كندور كنسول الناس واش كيعرفوا، كيقولوا لي يلاه وقعت سرقه دراجه ناريه، يلاه وقعت سرقه للسياره ولا رموا الاوراق ديالها، يلاه وقعت سرقه ديال داو البيكالات ديال الدراري. يعني هنا ما كاينش الامن بتاتا بتاتا بتاتا. يعني كنطلب من الناس يدخلوا على السي حرام ويتدخل ويشوف القضيه ديالي وديال الناس هنا كثار، حيت بزاف السرقه كثرات.